الأندلس اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا، إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا، يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد، لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة، ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة، خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة، وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة، لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر، لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. إنه تاريخ يحكى من جديد، تاريخ الأندلس. المدينة التي نحن في طريقنا إليها كانت توصف في عصرها الإسلامي بأنها عاصمة الثغر الأعلى من الأندلس لوقوعها على ثغور المواجهة الشمالية، وهي تبعد عن العاصمة مدريد بنحو 300 كيلومتر، وتتميز بطبيعة خلابة ومشاهد رائعة، وكانت آخر مدينة وصل إليها المسلمون في شبه الجزيرة الإيبيرية في موجة الفتوحات الأولى التي قادها موسى بن نصير وطارق بن زياد. هذه المدينة هي سرقسطة كما كان العرب ينطقون اسمها، وتعرف اليوم عند الإسبان باسم زاراغوزا وينطقونها ثاراغوثا، وهو تحريف لاسم القيصر الروماني أغسطس الذي أسسها قبل أكثر من 2000 سنة، ومن اسمه اشتق اسمها الروماني القديم سيزار أغوستا. والمسلمون في تعريبهم لأسماء المدن الأندلسية حولوا هذا الاسم إلى سرقسطة. سرقسطة اليوم هي عاصمة إقليم أراغون، وهي واحدة من مدن إسبانيا الكبرى، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 650 ألفا، وكثرة ما فيها من آثار يدل على ماضيها العريق وما تعاقب عليها من شعوب، سواء في ذلك الرومان أو القرطاجيون أو القوطيون، وصولا إلى عصرها الإسلامي الذي امتد من عام 95 إلى 512 للهجرة
أو من 714 إلى 1118 للميلاد. جيش المسلمين دخل سرقسطة فاتحا بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد قادمين من طليطلة بعدما ثبتا فيها أركان الوجود الإسلامي في هذه البلاد، ولذلك كان فتح سرقسطة يسيرا واستسلم القوطيون من دون مقاومة تذكر. ومنها توجه الجيش الإسلامي إلى الشمال الغربي حتى وصل منطقة على المحيط الأطلسي تعرف باسم صخرة بيلايو. في شهر ربيع الثاني من عام 104 التحم جيش المسلمين مع جيش المنطقة في موقع سميت بصخرة بيلايو، وصخرة بيلايو هذه سميت باسم حاكم المنطقة بيلايو. وكان النصر بادئ ذي بدء للمسلمين، إلا أن جيش العدو انسحب إلى الوراء واحتمى بالجبال الوعرة، وصعب ذلك على المسلمين، فانسحب المسلمون من تلك المعركة تدريجيا. وهذه المعركة كما يؤرخ الأوروبيون أنها تعتبر انتصار عظيم بالنسبة لهم، حتى أنهم يؤرخون بصخرة بيلايو أنها نواة حروب الاسترداد. موسى بن نصير كانت لديه خطة، والحقيقة يعني لابد التاريخ يقف عندها أنها لم تنجح. هو كان يريد أن يجعل من البحر المتوسط بحيرة عربية وإسلامية، بمعنى أننا إذا كنا كعرب ومسلمين أخذنا الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط كله، سوريا ولبنان والشام ومصر وشمال إفريقيا، فكان يريد تأمينه من الشمال، وتلك كانت خطته واندفع بجيوشه. لكن الحقيقة أنه في ذلك الوقت الدولة الأموية الخليفة رفض هذه الخطة وأصدر تعليماته بالتوقف، وتوقف فعلا موسى ابن نصير. وخلينا نتخيل ماذا لو أنه لم يكن قد توقف وكانت هذه المنطقة، أظن أن وجه التاريخ الإنساني كان سيتغير تماما. صدرت الأوامر من الخليفة الأموي في دمشق الوليد بن عبد الملك إلى موسى بن نصير وطارق بن زياد بأن يوقفا توغلهما في هذه المنطقة الجبلية الوعرة الخطيرة وأن يعودا إلى دمشق. وما كان على موسى وطارق إلا الإذعان لهذا الأمر، وكان لهذا الموقف أسباب كثيرة. السبب الأول أنه وقعت تغيرات سياسية في المركز في دمشق في مقر الخلافة الإسلامية. الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك توفي واستخلف مكانه سليمان بن عبد الملك، وكان بين الوليد وسليمان نزاع، فصفى سليمان حساباته مع أخيه من خلال القادة، قادة أخيه، فعزل أكثرهم، بل أدى الأمر إلى يعني قتل بعضهم على أسف الشديد، فكان ممن عزل موسى بن نصير. الأمر الآخر أنها اتسعت رقعة الأرض المفتوحة والجيش كان قليل، وكانوا يحتاجون إلى أن يقوموا بتأمين هذه الأرض ونشر الأمن فيها والطمأنينة وإقامة مؤسسات الدولة القضائية والمدنية وبسط يعني العدل للناس قبل أن ينتقل نقلة جديدة. كان عدد الجيش محدود جدا وأرض واسعة فتحت. الأمر الثالث أنها كانت منطقة وعرة جدا تحتاج إلى زمن طويل. هذه منطقة جبال وعرة جدا، ليس العرب ليس على دراية بها ولا يعرفونها، وأيضا هي مناطق مرتفعة فيصعب الصعود إليها، كانوا محتاجين قوة عسكرية ضخمة. موسى بن نصير كانت له طموح حتى أن يفتح مناطق أخرى من أوروبا والامتداد في الفتح في أوروبا. الوليد بن عبد الملك خشي من هذا التوسع الواسع في الأندلس، لذلك طلب منه العودة إلى دمشق.
من دراسة عملية لواقع الحال في الأندلس يمكن يؤخذ بعين الاعتبار أن القيادة السياسية في عاصمة الدولة الأموية رأت أن استمرار التوسع قد يكلف الدولة شيء الكثير. الأصل أن يبدأ الفتح ثم تبدأ عملية أهم من الفتح وهي نشر الإسلام وتثبيت قواعد الدولة قبل الانسياح بعمليات توسع على أساس أن الانتصار يغري بانتصار، ولكن إن لم يكن مخططا له فربما يقود إلى كارثة. ولهذا السبب استدعي موسى بن نصير وطارق بن زياد. أظن أن العامل الحاسم في أن يتوقف موسى بن نصير عند حد معين هو هذا الاستدعاء الغامض الذي جاءه من دمشق، لأن هنا بدأ موسى بن نصير لا يفكر فقط في رقعة الأندلس التي يتحرك عليها، وإنما يفكر في رقعة الخلافة التي بدأت تشهد أنواعا من نقول الغيرة أحيانا. ولا شك أن فتوح موسى بن نصير أثارت نوعا من الغيرة داخل مناطق في العالم الإسلامي، أو إنه الخلافة في دمشق بدأ يحدث فيها تياران، تيار يؤيد التوسع والاستمرار وتيار يؤيد التراجع. استدعاء دمشق الغامض الذي وصل إلى موسى بن نصير في تقدير الخاص لعب دورا جذريا في أن يكبح جماح حركة الفتح. أولى الخطوات التي قام بها المسلمون في سرقسطة فور فتحها كانت بناء المسجد الجامع فيها، وقد أسسه حنش بن عبد الله الصنعاني بأمر من موسى بن نصير، وجدد بنو هود عمارته في عهد ملوك الطوائف وعرف في زمنهم باسم المسجد الأبيض. مسجد سرقسطة تحتل موقعه الآن كاتدرائية سرقسطة الكبرى، وتبدو بعض المعالم الأندلسية واضحة في معمارها الذي شارك فيه كثير من البنائين المدجنين بعد سقوط المدينة. إزالة المساجد هو تم من خلال ماذا؟ مخطط من قبل الدولة لتصفية الإسلام والمسلمين للأندلس، لذلك جميع المساجد في الأندلس تم تحويلها إلى كنائس. ازدهرت سرقسطة أيام الحكم الإسلامي على الصعود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشهدت نهضة عمرانية وزراعية واسعة، وبني فيها كثير من المساجد والقلاع والمدارس والأسواق، وسادتها أجواء من التسامح والتعايش بين مكوناتها السكانية من المسلمين والمسيحيين واليهود، وبرزت فيها حركة فكرية وأدبية متميزة. هذا الأمر ليس خاصاً بسكان الأندلس، بمعنى أن تأثر كثيراً الأندلسيون الأصليون بالثقافة الإسلامية، واعتنق الأكثر منهم الإسلام، وهذا حصل في جميع البلدان التي فتحها المسلمون، ولذلك أسباب متعددة، من أهمها أولاً بسط العدل على الناس سواسية في كل مكان، فقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في بسط العدل. وتساوى الناس كلهم سواسية في ظل الدولة الإسلامية، من كان مسلما ومن كان غير مسلم، من كان من الفاتحين ومن كان من أصحاب الأرض السابقة، وهو الذي جعل هذه الشعوب التي فتحت أرضها حتى وإن لم يكونوا من المسلمين يحرصون أشد الحرص على حماية السلطة الإسلامية والدولة الإسلامية من أجل مصلحتهم هم. أيضا أن الإسلام دين الفطرة، فإذا سقطت الحواجز والعصبيات وأعطي الإنسان الفرصة ليفكر تفكيرا حرا بعيدا عن أي مؤثرات غير طبيعية فهو يختار الإسلام. الطريقة التي كان يتعامل بها مع السكان الأصليين، التسامح الذي أبداه مع هؤلاء السكان، العهود والمواثيق التي كتبها مع هؤلاء السكان، وأبرز ميثاق هو الذي جاء من فترة لاحقة من عهد ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير. كل هذه الإجراءات ساعدت على بداية تقبل الحكم العربي أو تقبل المسلمين،
وأبرز مثال اليهود، لم يشعر اليهود بأمان كما كان الحال سابقا إلا مع المسلمين عندما ترك المسلمين لهم حرية المعتقدات. كثير من هذه التفاعلات جرت في هذا المعلم العربي الإسلامي البارز الذي تشتهر به سرقسطة، وهو قصر الجعفرية أو قصر بني هود أو الخافرية كما ينطقه الإسبان. وهذا القصر في وضعه الراهن أشبه ما يكون بقلعة ضخمة كانت مقراً للحكم في عصر بني هود، وقد طرأت عليه تعديلات كثيرة متوالية بعد سقوط المدينة بيد الإسبان، ولكن كثيراً من معالمه الداخلية ما زالت على طرازها الأندلسي القديم، ومنها تلك القاعة التي يوجد فيها عقدان عربيان وشريط يضم نقوشاً خطية عربية وبعض الزخارف. فضلاً عن هندسته الداخلية وممراته وتصميم البهو الخارجي والفناء الداخلي غير المسقوف المطل على حدائقه الداخلية، المعمار الأندلسي نجح بشكل كتير واضح واستمر إلى الآن. يعني إحنا اليوم منلاحظ إحنا مو موضوع الحضارة المعمارية بالأندلس ليس هي موضوع حجر فقط، فموضوع البستنة والحدائق والمي والجداول كانت موجودة وظاهرة بشكل كتير أساسي بالعمارة. يعني إحنا اليوم العمارة الأندلسية هي عبارة عن عمارة دينية وعمارة مدنية وعمارة حربية، فالتمازج هذا اعتمدوا كتير على الخضار، على الطبيعة اللي كانت موجودة وعلى طريقة تعاملهم معه. شهد هذا القصر فتنا كثيرة في مرحلة ضعف الوجود الإسلامي في الأندلس بعد انهيار الحكم الأموي ونشوء دول الطوائف مطلع القرن الهجري الخامس، ولم يكد بنو هود يقصون التجيبيين عن حكم سرقسطة حتى سارع القشتاليون والأراغون إلى حصارها عام 478 للهجرة أو 1085 للميلاد، وبعد معارك متواصلة أحكموا سيطرتهم على المدينة عام 512 للهجرة أو 1118 للميلاد، وبسقوطها سيطر الأراغون على منطقة الثغر الأعلى. ولم تنجح محاولات المرابطين المتكررة في إعادة تحرير هذه المدينة، وأدت خسارتهم لها إلى انسحابهم من الأندلس والعودة إلى المغرب، واتخذ الأراغون من سرقسطة عاصمة لمملكتهم، وتم تهجير سكانها المسلمين وإزالة كثير من مساجدها ومعالمها الإسلامية باستثناء القليل الذي بقي منها. مرت بلاد الأندلس بعصور تاريخية متعددة تعطينا فكرة تامة عن تاريخ هذه المنطقة. أول مرحلة من تاريخ بلاد الأندلس هي عصر الولاة، وكان الولاة يفدون إليها من الشمال الإفريقي، كان والي الشمال الإفريقي هو اللي يعين والي الأندلس. بعد فترة الولاة بدأت فترة الخلافة الأموية. الخلافة مرحلتين، أول مرحلة كانت إمارة والمرحلة الثانية كانت مرحلة الخلافة. قصة سرقسطة لا تنتهي بسقوطها، فما حولها له حكاية طويلة لا تقف عند حدود شبه الجزيرة الإيبيرية، بل تتجاوزها إلى معارك فاصلة سجلها التاريخ إلى الشمال الشرقي من سرقسطة في عمق الأراضي الفرنسية.